السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. شركة استادات، شركة بريزنتيشن، والتغيرات اللي هتحصل خلال الفترة المقبلة ورحيل محمد كامل وأسماء جديدة عادي جدا. يعني بعض الناس متصورين ان ده ممكن يصيب النادي الاهلي بضرر او مشاكل في النادي الاهلي. طبعا ده هيأثر على قناة النادي الاهلي، هيبقى فيه تغيير. زي ما الكابتن محمود الخطيب طلع في اول بث لقناة النادي الاهلي قال لك ان النادي الاهلي ملوش علاقة باي شيء. النادي الاهلي ليه مبلغ معين كل سنة اللي هو 20 مليون بيحصله في سبيل ان شركة لايف اللي هي يعني جزء من شركة استادات اللي بيديرها محمد كامل، قال لك هم هيلتزموا بقيم ومبادئ النادي الاهلي، لكن يتعاقدوا مع مين، يعملوا ايه والكلام ده. وطبعا حق الادارة لمحمد كامل، وهو اللي بيجيب، يعني هو اللي بيدفع النادي الاهلي المبلغ، شركة استادات يعني للشركة مش من الافراد. النادي الاهلي متعاقد مع مؤسسات مش متعاقد مع افراد. ناس بتقول لك ممكن يبقى في ضرر، ناس هتضر. لا يا عم، ما في اوراق، في مستندات، في تعاقدات. لو كل شيء مشي قانوني ومشي رسمي بدون تدخلات، انتوا عارفين كيف تدار الامور. يعني معلش نضغط هنا ضغط هنا ممكن، لكن في الشكل العام ممكن الامور تتحسن للافضل للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي اسمه وتاريخه بعد مشاركته لكاس العالم للانديه للمره السادسه بيزود من قيمته التسويقيه، بيزود من قيمته التسويقيه. لو في تعديلات هتبقى تعديلات ايجابيه لصالح النادي الاهلي، لكن وجود محمد كامل او رحيله ملوش اي علاقه. انت النهارده تعاقدت مثلا مع شركه بتاعت الاتصالات، الشركه الراعيه ليك، لو مجلس ادارتها او رئيس مجلس ادارتها لا قدر الله حصل له اي شيء، هل الاتفاق، هل العقد هيبقى فيه اي حاجه؟ لكن القناه نفسها والبرامج نفسها ممكن يبقى فيها تغيرات، لان ده حاجه تخص الشركه نفسها. رئيس مجلس اداره هو محمد كامل، هو اللي شايف مين مثلا يجيب اسلام الشاطر هنا، لا بلاش اسلام الشاطر، يبقى هاني رمزي موجود، لا نغير هاني رمزي، سهام صالح تنفع، لا ما تنفعش، يبقى في شكل جديد للقناه. ده جزء كبير متوقع خلال الفترة المقبلة. برضو الكلام عن رحيل الدكتور أشرف صبحي، يعني أنباء في الفترة الساعات القليلة الماضية من شوية أنباء تم وردها بخصوص تغيير وزاري مرتقب. يعني من ضمن التغيرات الوزارية أو المناصب أو الحقب الوزارية، الحقيبة الوزارية، حقيبة وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الرياضة اللي يرقصها الدكتور أشرف صبحي. نتمنى إن شاء الله إن الدكتور أشرف صبحي يرحل. الدكتور أشرف صبحي أدار فترة في الوسط الرياضي من أسوأ الفترات اللي مرت في تاريخ الرياضة بمصر، كان سلبي جدا، لم يتخذ قرارات إلا بعد يعني ما الدنيا خربت زي ما بيقولوا. وزير تم الإساءة ليه كثيرا، وزير لم يتدخل إلا لصالح نادي بعينه، وزير لم يقف على مسافة واحدة من الأندية. عموما هننتظر النادي الأهلي وشركة استادات خلال الفترة المقبلة. هو بكتير قوي يوم الحد، على يوم الحد القادم ربما يتم إعلان كل التفاصيل، فلان رحل، فلان قعد، التجديدات، سواء في مميزات في العقد الجديد مع شركة استادات، سواء الخريطة بتاعت البرامج بتاع النادي، قناة النادي الاهلي، الدنيا هيحصل فيها ايه، هنشوف كلام ده خلال الفترة المقبلة. وادعوا كده ان التغير الوزاري يحصل والدكتور اشرف صبحي يرحل ويجي لنا وزير على قدر المسؤولية، ووزير فعلا يكون على مسافة واحدة من كل الاندية. بالنسبة لاحمد مجاهد، استقبل الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على هامش زيارته للدوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية.
حيث تبادل سبل التعاون بين الاتحادين، كما أهداه درع الاتحاد القطري وقميص كأس العالم 22 الذي تنظمه قطر العام المقبل. وبرضو أتمنى يكون من ضمن الأشياء اللي هتحدث بعد عودة الكابتن محمود الخطيب إن شاء الله، مجلس الأهلي هيرجع يوم الجمعة بإذن الله، نتمنى يكون في شيء جيد يعني، لأن محمد سراج تم توجيه دعوة ليه إنه يحضر فعاليات مؤتمر مهم هيكون فيه كل أو عمالقة كرة القدم والأمور الإنشائية وأشياء من هذه القبيل من هذا القبيل إن شاء الله، كل ده يصب في مصلحة النادي الأهلي، ونتمنى إنه يكون فيه أشياء إيجابية خلال فترة مقبلة تسعد جماهير النادي الأهلي. في ناس كده هتطلع يا عم انت بتقول الكلام ده كله اصل النادي الاهلي النتائج بتاعته مش جيده في قطر، وانتوا طالعين بتقولوا الكلام ده كله عشان تنسوا الناس النتائج السلبيه اللي حصلت في كاس العالم للانديه. يا سيدي قلت لك قبل كده، حتى بدون هذه المفاجآت التي سوف يتم الاعلان عنها، بدون هذه الاشياء اللي قدنا يعمل زينا، لما توصل بس كاس العالم للانديه مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، لا ست مرات، نبقى نقعد مع بعض ونتناقش في هذه الخزعبلات اللي الناس بتتكلم فيها. بالنسبة زي ما قلت حضراتكم، الشيخ حمد بن خليفة رئيس اتحاد القطر لكرة القدم استقبل احمد مجاهد رئيس اتحاد مصر لكرة القدم على هامش زيارته للدوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية وتبادل سبل التعاون بين الاتحادين، كما اهداه درع الاتحاد القطري وقميص كأس العالم 22 الذي تنظمه قطر العام المقبل. بالنسبة لمباراة النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي، ريفالدو نجم برشلونة ونجم المنتخب البرازيلي اتكلم عن نادي بالميراس وخسارته من نادي تيجريس ونادي المكسيكي. تيجريس أو تايجرز مش مشكلة، احنا مش هنسيبهم يعني. المهم ربما كان ريفالدو قال لك ربما كان من الافضل الخساره بالفعل في الدور قبل النهائي امام تايجرز او تيجريس ونال. ده كلام وراي ريفالدو، قال لك لانه اذا لم يتمكن الفريق من رفع مستويات ادائه هيكون في خطر الخساره القبيحه. يعني كويس ان هو بيقول كويس انهم خسروا من تايجرز او تيجريس ونال المكسيكي، لان الخساره ممكن تفوقهم، لانهم لو كانوا ممكن فازوا على تجريس بالاداء الهزيل ده كانوا ممكن يواجهوا بايرن ميونخ ويؤدوا اداء كارثي، يؤدي الى ان المشجعين المنافسين لنادي بالميراس يسخروا بهم لفترات طويله، يسخروا من النتيجه الكارثيه اللي كانت هتقع على نادي بالميراس امام نادي بايرن العملاق البابالي. بالنسبه لموقع الفيفا بالعربي اتكلم عن محمد الشناوي وقال انه غادر النادي الاهلي سنة 2008 بعدما عجز عن فرض نفسه، كان على وشك الانضمام الى الجونة وسبقه شريف اكرامي، عاد للقلعة الحمراء في 2016 وفرض نفسه كاساسي، شارك مع المنتخب في روسيا 2018 ومع الاهلي في قطر 2020. محمد الشناوي لكل مجتهد نصيب. النهاردة كان في كأس تركيا، نادي جالتا سراي بيلعب ضد ألانيا سبور. جالتا سراي ودع كأس تركيا وكان بيلعب مصطفى محمد شارك طوال المباراة، طوال المباراة صادف سوء حظ ونحس كبير، كور في العارضة وضيع فرص، لكن هو أحرز للمباراة الثالثة على التوالي اللي بيشارك فيها مع نادي جالتا سراي، بيحرز ثالث أهدافه. الهدف الأول جابه من ركلة الجزاء، الهدف الثاني تسديدة من بره المنطقة، هدف النهارده ضغط على المدافع وبيسجل اول اهداف نادي جالتا سراي ليقلص الفارق. كان مغلوب جالتا سراي 3-0 بهدف مصطفى محمد 3-2 والمباراه انتهت بثلاث اهداف مقابل هدفين. بالنسبه لنادي الزمالك، نادي الزمالك ما تعرفش فيه يا اخي، ساكنه عفريت ما تعرفش، دائما وابدا في مشاكل وفي ناس بتسيء ظن الناس وناس بتهد، تطلع كل شويه واحد من الزمالك يطلع فلان عايز يهد مش عارف، فلان بيسيء لفلان، فلان بيتكلم، ما تعرفوش يشتغلوا في صمت. قبل مرتضى منصور كانت هذه الحوارات شغاله، اثناء وجود مرتضى منصور كانت هذه الاشياء شغاله، بعد مرتضى منصور حتى الان هذه الامور شغاله، وايمن يونس بيقول هذا الكلام. وجه ايمن يونس رئيس لجنه الكوره السابق من نادي الزمالك رساله
غامضه عبر حسابه الشخصي تويتر اشار فيها الى احد الاشخاص الهادمين لنادي الزمالك، وقال ان في شخص يعني بيبني ويجتهد من اجل القلعه البيضاء والاخر حاقد ومنافس بيحاول تشويه صوره الاخرين. يقول لك والله بزعل على اللي بيعمل مجهود بكل شرف وامانه وحب واخلاص لنادينا، ويجي واحد حاقد منافس اسود القلب والاحاسيس خاين بليد الفكر والاداء، ولكنه يمتلك فقط ذكاء في الشر ويحاول يشوه صورتك اخلاقك مجهودك شرفك حبك انتمائك، ويظن انه انتصر. ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يهدي الكل القائمين في نادي الزمالك ويشتغلوا ويكونوا على قلب رجل واحد. يعني شكرا على حسن متابعه حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله.